فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: صدر بيان قبل أيام عن دار الإفتاء لنبذ الفرقة والاختلاف. يقول: اشتغل به البعض وأجمل الكلام وقال إنه لا يجوز الرد على المخالف أبدا ولا على المبتدع. ما في البيان هذا، ما في البيان إنه ما يرد على المخالف ولا يبين الحق من الباطل، هذا كذب على البيان. البيان فيه نصيحة لطلبة العلم أن يتركوا التشاحن بينهم والتقاطع بينهم وتعادي بينهم من أجل خلاف بسيط بينهم أو سوء فهم، عليهم التناصح فيما بينهم، هذا المقصود البيان. وكونهم يحملون على أهوائهم المسؤولية عليهم هم، البيان واضح ما فيه إشكال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، في كثير من حملوا كلام الله على أهوائهم وفسروا بما يريدون، ما هو هذا خاص بالبيان. صاحب الباطل يتبع باطله ويريد ما يؤيد باطله ولو كان كذبا على الناس وعلى القرآن وعلى العلماء. نعم.